وصلنا للفقرة الثالثة من الفصل الخامس من كتاب تجسد الكلمة، واللي بتقول: فالبشر لم يقفوا عند حد معين في خطاياهم، بل تمادوا في الشر حتى أنهم شيئا فشيئا تجاوزوا كل الحدود وصاروا يخترعون الشر، حتى جلبوا على أنفسهم الموت والفساد، ثم توغلوا في الظلم والمخالفة ولم يتوقفوا عند شر واحد، بل كان كل شر يقودهم إلى شر جديد، حتى أصبحوا ناهمين في فعل الشر لا يشبعون من فعل الشر. خلينا نوضح ونيافتك تطلع لنا بقى الزبد اللي موجودة في الفقرة دي. بص، التعليم هنا جميل قوي. إن آدم لما غلط طالوا الموت والفساد. إحنا لما اتولدنا منه بقينا زيه، فينا الخطية وفينا الموت والفساد. هنا القديس أثناسيوس يقول إيه؟ فالبشر لم يقفوا عند حد معين في خطاياهم، يعني مش بس فينا خطية آدم، ده احنا كمان عملنا خطايا، ابتدعنا بقى وزودنا وطورنا، تمادوا في الشر حتى انهم شيئا فشيئا تجاوزوا كل الحدود. طبعا آدم مجرد أكل من شجرة، لكن ابنه قايين قتل. وبعدين بقى يدخل في البشر حاجات عجيبة هيذكرها في الفقرة الرابعة. صاروا يخترعون الشر، يعني بقى أشطر من الشيطان نفسه. زي ما قلنا من شوية إن الشيطان نفسه بيقف يتعلم من البشر إزاي يعملوا حيل وخدع. حتى جلبوا على أنفسهم الموت والفساد. طب هو يا رب يسوع، إحنا دلوقتي أخذنا الموت والفساد من آدم، ولا إحنا كل واحد جلب على نفسه؟ يقول الاثنين. زي حكاية الخطية، عشان في ناس يقولك إحنا خطايانا الخاصة من نرجع خطية آدم. لا، خطية آدم طلتنا وإحنا كمان أخطأنا. موت آدم طلنا وإحنا كمان جبنا عن نفسنا الموت والفساد. فما نقدرش بالأخص في العهد الجديد يا سيدنا، لأني بالأخص في العهد الجديد، لأني بخطية آدم خلاص وغفرت، ربنا غفرها وخلصنا منها على الصليب. فبعد كده اللي بيجلب الموت يبقى إحنا بقى. بس خلي بالك، خطية آدم الله خلصنا منها في المعمودية. ماشي. يعني المتعمدش لسه في خطية بالزبط. آدم ولسه في خطايا اللي هو بيعملها. تمام. احنا بالنسبة لنا خلصنا من خطية آدم في المعمودية. واللي اتعمد على كبر بيبقى خلص من خطية آدم والخطايا اللي أخطأها. لكن من يوم المعمودية تبتدي تفتح له بقى سجل جديد. صحيح. وما بطلش. فعشان كده حكاية جلبوا على أنفسهم الموت والفساد، مفيش حد فينا ليه عين يحتج قدام الله ويقول له أنا مالي ومال خطية آدم، مالي ومالي الموت والفساد. ربنا يقول له: يا ابني، لو أنت أساسا ما غلطتش خالص كان من حقك تقول أن أنت بقى بريء، مالكش دعوة. لكن أنت برضو بتغلط. الكتاب قال الجميع إيه؟ زال وفسدوا وعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حتى الأطفال. الأطفال بصي فيهم خطية آدم اللي هي تتغفر في المعمودية. لكن تلاقي الطفل الصغير في طبيعة غريبة كده. الطفل أناني، الطفل مصيط أمص بسرعة، الطفل لو شاف مامته لعبت مع طفل تاني تبقى كارثة، لو رضعت طفل تاني تبقى بالنسبة له كارثة. بيعتبر كل حاجة بتاعته. فطبعا دي تعبر عن الطبيعة البشرية اللي فيها خطية في جدرها. طبعا ربنا مش هيحاسب الطفل على أخطائه، لأن دي حاجة بالطبيعة مش بالإرادة. الطفل الغريز. مش منتبه للي بيعمله. وإحنا كمان كمربيين، أباء وأمهات وتربية كنسية وأباء كهنة، مش مفروض نتعامل الطفل على إنه كبير وواعي وفاهم ونضربه ونعاقبه. لا، لازم نفهمه ونخرجه من السلبيات دي. فهنا الإنسان مهما كان يجلب على نفسه الموت والفساد بسبب الخطيه. وبعدين يقول: ثم توغلوا في الظلم. ودي اكتر حاجه تزعل ربنا. ليه؟ لان يمكن انا لو غلطت غلطه بيني وبين ربنا هي حاجه غلط، لكن ما حدش جنبي اتاذى. ولو انا اذيت انسان في حاجه ممكن اعوضه، يعني اخذت حاجته ارجعها له، ضايقته اعتذر له، شتمته اصالحه. لكن الظلم بيبقى ليه نتائج وحشة قوي على البشر. عشان كده توغلوا في الظلم والمخالفة ولم يتوقفوا عند شر واحد.
ليه؟ لأن الخطايا بابا شنودة كان يشبهها زي حجر وقع من فوق جبل، يقعد يتدحدر يتدحدر مش هيقف غير لما ينزل تحت. خطية تجيب خطية تجيب بالظبط، خطية تجيب خطية وخطأ يجيب خطأ. لم يتوقفوا عند شر واحد، بل كان كل شر يقودهم إلى شر جديد. حتى أصبحوا نهيمين في فعل الشر. تخيلي بقى لما يعبرها بالنهم، واحد غاوي يعمل شر. وفاكر لما كنت في الجيش قالوا لنا ايه، ان العسكري لما بيدخل حرب اول ما بيسمع صوت القنابل ممكن يرتعب ويضطرب ويجيله انهيار عصبي، لو شاف زميله جات له شظية ومات ممكن ينهار. قال بعد ما بيشوف منظر الدم بيبتدوا يعتادوا عليه، فخلاص ما بقاش يضطرب من الدم ولا من الأنابل. والدكاترة أول ما يدخل أوضة العمليات يغمى عليه. لا بس أكمل لك الحتة دي يعني. قالوا بعد كده لو إن حصل هدنة يبتدوا هم مش مبسوطين، عايزين دم، عايزين دم. لدرجة إنه ممكن يحصل في أي جيش نوع من التذمر نتيجة إن هم قاعدين من غير حرب. نتيجة ان هم شافوا دم وتعودوا عليه فأصبح في نهم لرؤية الدم. تخيلي دي. ولذلك في بعض الشعوب العنيفة اللي بيعلموا أولادهم الصغيرين العنف تلاقيهم يوروهم منظر بيدبحوا حيوان ولا بيدبحوا قطة ولا بيدبحوا عشان ياخدوا على شكل الدم، يجرؤوه، يخليهم يلعبوا بالأسلحة علشان يجرؤوهم. فهنا دي شرحها القديس أثناسيوس، كل شر بيقودهم لشر حتى بقوا نهيمين في فعل الشر ولا يشبعون من فعل الشر. ده يشربون الاسم كالماء بقى. صح. يعني هو ده هو اللي بيعيشهم.